لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد؟ حدسب أنت دا توحيد أنتينا نمنتينا نمهار أنتينا أي لحاتيتك؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. مخنياتو توحيد رب سبحانه وتعالى نباروتو نجدن زقبرو حق سلزهون. خلقنا لنوحد الله. مخنياتو تفترنا له مخنياتون نحدا قويتان حدا الله. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. زخونا يخون أي عبادات أنت رب خزز كوينو بتوحيد يزز. لا يدخل الجنة إلا موحد. حدا سب جنة ما أتونيو موحد زخونا ترايت زي كوينو. قد تكون أنت تمشي في الشارع مثلا يسألك بعض الناس يقول هل أنت موحد؟ أب من قد خن كيد كلنا من البات حدا سبي حتى إنه موحد دخا برب حدا تأمن دخا تقول نعم أنا موحد وأنا بحدا الله يأمن يتبر يقول لك ما هذا التوحيد توحيد ما له انتهى انت دايلكا بينه لي قرص اللي انت دايلكا إذا لم تعرف التوحيد بالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أن هذه الشهادة شهادة الزور هذا كذب أنت دا بتي رسول عليه الصلاة والسلام زمتو ملك أنت دا زي جليز كله جنا بتخكل يتردأ كاين مالتي ثم قد يسألك كحتى كوني خيري يقول هل أنت مشرك بربي شركة قبر لي هاي لي حتى كا تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك بربي عقب أنا مشرك هيكون كنت بل يقول طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك وتتبرأ منه بس أعوذ بالله الكاب رب تعقب كاي الشركي أنت أي شركي اللي كانت هذا أحاديثك أنت أي تبلو إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري أنت رأى زي فليت كاي زي كيف لا تكايو ناب تشركون آتي خاختكون تخيلها إذن أهم علينا تعلم التوحيد حتى نعمل به وتعلم الشرك حتى نحذر منه والله أعلم سلزي أنت إذا رد أن زمالتي حدا سب توحيد كفلت الله بتخكل قويتو أخك الزا بتقارن دمّا بتسقرار دمّا شرك كفلت الله من تانك تنقوه مالتي